حتى ابو رهف مش قاعد يقول لك. ابو رهف مثلا المشكله بتاعت ابو رهف، ابو رهف ده يعني هو زول راجل ممتاز له التحيه والتقدير والاحترام وزول ناي، لكن المشكله للاسف الشديد ابو رهف ما قادر يفهم الشغله. لو حس ابو رهف فهم الشغله وخط الكوره وطا وجينا سوقنا خط واحد بكون افضل، لكن ابو رهف المشكله، المشكله يا ابو رهف المشكله بتاع العاطفه ده ما بيظبط، ما بيمشي. اول حاجه ابو رهف ما عنده علاقه بالعسكريه ولا الانصرافي ولا زنون، ولا ناس كثير جزء منكم ما عندهم علاقه بالعسكريه. فده ده واحد. نمره اثنين، ان احنا يعني عشان نجي حتى لو وقفنا مع الجيش دعمناه برضه هيشتغل نفس شغله ده. القائد الما مطلوب جنائيا والزول البروفيشنال والما عنده علاقه بيفضل اعتصام والما مجرم قانونيا والما بيخاف والذكران، ده نحن اللي بنجي نجيب في حوله وبعد ذاك شنو؟ عشان يدي تعليمات للجيش ده يقدر يشتغلوا اقل من 10 يوم ينظفوا البلد. فلكن القادات دول كلهم قابلين زل الاندو فيديو قابضوا الليو، الاندو وقع ورق على هيمتي كان سرق الذهب جبل عامر، الكام ما شارك مع 89 انقلاب 89، ضباط كلهم مناعيل وقتلوا ومجرمين وما عندهم اي برنامج. كلهم مجار يعني حس لو نظفوا البلد وجات حكومه قوميه وطنيه بحاسبوا ما ولهم. اول نقطه بقول لهم فضل يا تسام حاسي ما هم ماسكين زله على الدعم السريع، بقول لهم ان احنا شرطنا في جده ولا في عم بده، شرطنا الاول انه تطلعوا من بيوت المواطنين. نفس الكلام ده يعني زي انت عارف خاتين اضم حوت هنا حوت في 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 حلق في الدعم السريع، لو طلع من البيوت بتدقوه في يوم واحد بطيران ومطفيه بيشتتوه. عشان كده الدعم السريع عارف اللعبه دي ومتخزن في البيوت. ده زي الزول زي الـ 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 الناس الكارهينك وما دارينك وتجي تطلب بيتهم وعارفين انك انت مثلا عندك مليار، يقول لك والله بدي محارة ب 5 مليار. يعني انت غصبا انك كراك في رقبتك سمعا وطوعا وطاعه تتخارج ويا دنيا ما دخلك شر وحبك ده يحتفظ بيه. يعني يعني انت الحب حقك ده احتفظ بيه. وانا ذاتي للشباب يعني انا سبب فيه المواضيع دي كلها بربطها مع بعض. انا ذاتي بقول لك انت كشاب ما تحب، اي خلي البيت تحبك، لانه البيت لو اتعلقت بيك ممكن تقدر تقني امه وامه يقني ابوه وممكن تتزوجها، لكن انت لو اتعلقت بها والناس ما دايرينك موضوعك بيستحمى، يعني انت بتكون حمام ميت ويحصل لك زي ما قال كباشا حدث ما حدث. فديل الجيش خاتين اضمحوط هنا في قدوم الدعم السريع وملجمين المواطنين، خامين المواطنين بالخلاص. يا ربنا نعمل شنو يا ربنا نطلع من المواطنين دول كيف؟ يعني احنا هسه عملنا حرب مع الدعم السريع ونقنع المواطنين كيف؟ بالذات بيخافوا من الشمالين اكثر. طبعا احنا يعني خاتين نزيرو، احنا الله جعله انت في زول شغال بيك بيخافوا من الشمالين، بس اخوانهم دول بيخافوا منهم. فيا ربي الناس دي كلهم متعلمين وكلهم عارفين وكلهم فاهمين ومدركين وبتاع، طيب نغشهم كيف يعني؟ زول القدامك ده زول دكتور، انت عشان تجي تقنعه لازم يكون كلامك منطقي وكلام قوي وتخط النقط في الحروف ويكون يعني عندك وزن، حتى بعد ذاك ممكن كده الشفره كده يخش عليه وممكن كده تحاوره وتاكله. لكن ما ممكن تجي تقول لك كلام فضفاض صحيح، ما بيقبلوا ما بيخش اللي براسه. فيا ربي الناس ديل كلهم يعني الاغلبيه متعلمين وعارفين، نطلع كيف يا جماعه؟ ايوه بس فكره. نقول لهم ان احنا الدعم السريع ده نقاتل نمرقوا وجايين من قرب افريقيا اخر جندي يمرق من هنا. فهم هاي بيطبوا لنا بقيهم معنا قدام. طيب تاني نقول لهم شنو؟ نقول لهم ان احنا ماشيين جده، لكن شرطنا الاساسي انه هم مليشة منحله ودايرين نعمل معاه شروط انه يمرقوا من بيوت المواطنين، يمرقوا عشان ترجعوا انتوا وتكونوا امنين ومطمئنين وتثقوا في جيبكم. دكتور اختنى. اختنى ولا ما اختنى؟ اختنى يا جماعه. ديل يعني احنا لا يمكن قوات مسلحه نقعد معاهم شروطنا انه يمرقوا من بيوت المواطنين وكده، ونحن في النهايه المجرم فيهم يتحاسب وهنفكه جزء منهم هندمجهم. خلاص انت مش بروف ذاته بتمشي فوقه، لكن انت لو مفتي تقول لهم هذول هوي انا ما عندي شغله بقضاياكم ده ولا تجي تطرح علي، انا مالي بالكم، حلوا مشاكلكم براب علي كيفكم، انا ضدكم ولا الاثنين، انتوا الاثنين قتلة المجرمين. بس ده اللي انا بعرفه.
انت داير في خمر ايه هذا؟ يعني هسي لما طيب شوف التعليق ده، يعني قادر تفهم كمية بتاع زول ده شدة القدر كتب ليه شنو؟ ها؟ يا زول كده شوف ناس قوم رطبة على وين يا زول؟ فحبوب الله يرضى عليك، انت انعصرتها. انا عسي بقول لك منطق، انا بتكلم معاك منطق من ناحيه عسكريه وسياسيه والمجرمين الموجودين دي. انت دعم شريك كمان، لو صاحب التعليق ده لو دعم شريك انت ما تتكلم، انت بالتحديد ما تتكلم، خلينا من دماغك انت ده قدومك ده تقفله ما تتكلم. وانت لازم تحارب، انت عارف الناس دي حسي هم عرفوا، انت قال هم يعني كلهم كده هبل ولا طير ولا بحيل، ما بيفهموا. الناس دي اتاكدوا تماما انهم يتورطوا، فما عندهم اي حل. بمشوا غرب افريقيا وبمشوا تشاد بقنوم بقول لهم نحن سيطرنا. انت عارف الدعم السريع ليه برفع الفيديوهات؟ اخر نقطه يا جماعه نقفل اللايف. الساعه كم؟ الساعه 11 و 12 الا تلي. طيب في اقل من 10 دقائق نلخص الموضوع. لازم تدعم السرير ليه برفعوا الفيديوهات؟ سؤال كده انا بسالكم، ناس الدعم السرير ليه برفعوا الفيديوهات؟ سريع كده بالتعليق، سريع بوجعله كده. ليه برفعوا التعليقات؟ وبمشوا بقنوهم كيف الناس دلك بيجيبوهم؟ سريع يا جماعه بوجعله شديد. ليه ناس الدعم السريع برفو؟ حسي ابسط واحد يكتب لي يقول لي عشان ينهزموا داير يشهروا للناس انهم هم مسيطرين. لا غلط، 20% ممكن يكون 20% يصهروا انه، لكن لا، في حاجه، في سبب تاني خلاهم انه يرفعوا الفيديوهات. اكتبوا لي يا جماعه عشان هم ذاته قاعدين هنا داير اوريهم انه حتى الناس اللي بخمهم بالخلا انه ناسكم دير قاعد يرفعوا الفيديوهات لشنو؟ انا بعرفها، انا احمد كسر ده بعرف انه هم قاعد يرفعوا الفيديوهات لشنو؟ اي منطقه ضربوها كده بتاع هناي برفعوا الفيديوهات. في زول يقول والله يا اخي سيطروا في المنطقه عشان داير يوروا للناس انه نحن سيطرنا. غلط. والله يا اخي دارين غلط. قال لي عشان يشرحوا، عشان يشجعوا أهلهم للانضمام. أيوة، عشان يشجعوا أهلهم عشان ينضموا معاهم، يقنعوهم بأقلم الباطن بأن يا جماعة شايفين هاي تعالوا. دي واحدة حليت، واحدة باقي تانية، حاجة باقي نقطة واحدة، عشان يشجعوا لأهلهم عشان ينضموا معاهم من غرب أفريقيا ومن تشاد. يعني الفيديوهات لما يجوا يتورطوا والطيران يدقهم والجيش يدقهم بيموتوا بالالاف، لكن لما يشوفوا الفيديوهات برفعوا الروح المعنويه. ها النقطه الثانيه عشان شويه بعيده عشان ما اجرهم، عشان هم يتورطوا، لانه لو استسلموا بينبلوا ولو ما استسلموا بينبلوا كده ميتين. تورط ما في طريقة. يعني زي الزول الجزء من الصوماليات طبعا بيكتروا البحر كتير، ففي صومالي بيشوف كده عنده مرته معاه ولا عنده خطيبته ديرك طابع البحر يتزوجوا هناك. المهم وات ايفر، انتوا شايفين الصوماليات بيكتروا كتير، فبيقوم بقول لها اسمعي هوي 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 يلا 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 اوريو 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 يلا يلا خلاص القمة خلاص من الزروع في البحر. فبقوم بقول يا اخي اي زول يتعشى، فبعدين بيجيب لهم العشاء كده سندويشتات كب 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 كب، فبعدين برجفوا واحدين النسوان واحدين برجفوا، بيشوفوا النسوان خايفين وبيصلوا كثير، لاحظت لهم
عارف التراكينه كده بيصلوا خلاص يقول لهم بكره السفر وبتاع ونايم والدعوات وبتاع، فبيقوم بيجيبوا لهم يعني نظام حبوب كده منوم بيدوا لهم مع العصير بيشربوه خلاص يا زول بتترتح كده برفوها وبيحطوها في القمه بكره الصباح القمم من ليبيا بيتحركوا زي الساعة 2 مرات الساعة 3 بس بين 3 و2 كده وب بخشوا المويه 4 3 4 5 6 الشمس كشفت بكشفوا كده كده ما في حدود كده ما في حدود كده ما في حدود بلقوا نفسهم في المويه اتورطوا ما في طريقة تانية انت كده كده ميت. لا لو داير رجع ورا ما في طريقه، بالذات الاسكادر لما يكون بعيد ما جات ما ظهر لسه ما في طريقه، وبالذات كمان لو في موج كده شويه كده بيجي يضرب القمه من قدام كده يشم ريحه الموت خلاص تاكد تماما انه كده اذا ركب الفلكي الله قال الكلام ده قال اذا ركب الفلكي دعوا لله مخلصين لك الدين هذا يعرفوا نفسهم هم ماشيين ماشيين فده انا ضربت طريق المثل وتلك الامثال اللي ضربوها على الناس لعلهم يتفكرون او يعقلون فالدعم السريع تورط ما في طريقه بين قبائلهم ما عندهم طريقه الا يخشوا في حرب اهليه عشان كده انا للناس قاعد اقول لهم شيلوا قوهم فرتقوا امشوا اشتروا سلاح الدير يبوت يشتري سلاح والمادر يبوت ارفع كرنجلي وقيت امشي ان شاء الله جنوب السودان ما في طريقة صنبك وخلاص جوا المويه ما عندك اي حل انت اثنين بس ما في ثلاثة جوا يا ميت يا الاسكادر رجع انقذكم بس دي حاجتين برفعوا صور عشان يقنوا لأهلهم إنه يا جماعة إحنا منتصرين هم 3000 تاتشر و130000 جندي انقرضوا في أقل من شهرين وين الدعم السريع وعرباطة تجي تقنيني ب 300 عربية و200 وبيجاي ودقينا بجاي استلمنا بجاي الله أكبر يا خمشي يا أنت كذاب أنت كذاب والجيش ماسكينه ما داري فيكم لو فكوا قال لهم بس اي جنيويت اللي قلتوا دقوا ما وصلوا الكتل بيكون بين الطرفين لكن انت حاسس الجيش ده ما ظاهر يا حداك ماشي نختلف ما ونتفق ما وانا مع المؤسسة يا حداك ماشي قنقر زي ما قال يا حداك الدعم السريع ده يعني مين زمر عمر البشير يا حدا الفيديو قاعد همتي كان قاعد جنبه عمر البشير لما جا قاعد يتكلم مع همتي لما الطيارة جاء ما شافوه طوال همتي قام يلا نهاية الطيران ده ما شحم والنار ما بيحبه فما في حسي دعم سريع كده قاعد زي ده بس محل كده بس يا هداك إلا لو ما داري دقوق لكن لو داري دقوق ده ما بتقعد في المحل ده وين هيبة الزمان وين القائد كان بليف شمال يمين وين السجاجة الأحمر وين انت عليك الله قلت يا أخي عشان كده ده الموضوع اللي خلاهم إنه يصوروا ويقعدوا يعملوا لنا طقة كتير في راسنا احنا الجيش ده بنرجع له وده ما داري اتنين يتغلطوا في النهاية يعني هنرجع له لكن بس احنا انا لواء لايفات احمد كسر المتمرد على اساسة وقادة الجيش الفاسدين فان شاء الله يجي قائد نوبابي ونرجع بقوة في اللايفات ونعمل استنفار ان شاء الله وهننتصر وننتصر ولو الجيش رفض يسلم القيادة لواحد نوبابي في النهاية الشعب السوداني كله بكسر ال الله الله يا حبوب الله يرضى عليك نيالة انت يا جماعة الجيش ده المفروض ذاته يصور يا جماعة المفروض يصور ذاته محل الدقاو في نيالة ده المفروض يصور يعني المانع شنو يعني ما في حاجة مانع دقيقة نجيب لكم الفيديو هنا 5 دقائق ياخذ انا ما متفق مع القادات دي لكن شنو انا ما اعرف الفيديو هنا طار مني
والله شوف مش نيالا، دارفور كله ناقص مشاه، الطيران بس قاعد يجي يدق، والطيران ده المفروض يشتغل يوميا يعني. لا لا لا، الفيديو بتاعت نيالا رسلته لي هنا. اوكي تمام. لا لا انا ما داير الفيديو ده، في فيديو تاني كده كان معي. المهم تحياتنا يا جماعة، تسلموا كتير، شكرا لكم. تحياتنا يا جماعة، شكرا. كمية بتاع التعليقات، وأظن لو ركز في التعليقات ما يقدر يشتغل لايف. المهم تحياتنا، الساعة 12 اللي ربو، فالزمن جرى. شكرا لكم ولي قدام، تسلموا. قال لي افتح النجمه قبيل، انت قلت لي افتح النجمه، النجمه محظوره والله، الا كده نشوف نشوف الصفحه الثانيه. انا عندي لو لا في فيديو كده، انا عندي لو في ما في فيديوهات خاصه خير المرفوعه عندكم دي، كويس، في فيديوهات